فيلم الحريفة فيلم صناعة شبابية 100%، فريق كرة قدم في مدرسة ثانوي. الحقيقة إنه ده الإطار العام، إنما الحقيقة هي روح الفريق، هي الشباب، هي الطموح، هي الحماس اللي ما بيفرقش ما بين غني ولا فقير، الشغف اللي ممكن يجمع كل الناس من كل الطبقات، روح التحدي، المغامرة، روح المساعدة، فكرة العواطف البريئة والمشاعر الحلوة، الصحوبية، الجدعنة، حاجات كتيرة جدا الإطار العام لها فريق كرة قدم في مدرسة ثانوي الحريف. سيداتي أنساتي سادتي، نرحب بكم في ملعب منشئة ناصر الدولي بأقوى مباراة لدوري الشوارع. الجو ده بقى ثانية بس يا جماعة، هم جايبين لكم صلاح وماني بجد؟ بس أنا حكايتي ما بدأتش كده. What a beauty. ماجد انا مش هتصور معاك تاني في حياتي. انت لعيب كبير جدا. مش هبطل اللي انت بتعمله ده. بطل انا ليه؟ ايه اللي فيك ده؟ اتفضل. ما نقول من مدرستك. امس. يلا ما تشدش العين. ازرق. تعالى هنا، بيحترموا اللي بيعرفوا يلعبوا كرة قوي. طب ايه، انا معاك وعني في الماتشات اللي انتوا بتلعبوها دي ولا لا؟ احنا ما بنلعبش ببلاش. احنا داخلين الماتش ده على 3500 جنيه. ايوه يا حته ماجد يا عم. يا جماعه انا لقيت البطوله دي اونلاين. هو واحد بس اللي يقدر يخلينا نخش البطوله دي. بطوله ايه اللي عايزين تشتركوا فيها باسم المدرسه؟ ما تقلقش يا محمد بيه، العيال دول هيشرفوك وشرفوا المدرسه. يا نهار اسود، ده جاب لنا منتخب مصر. الخماسي ما فيهوش هزار، لو حاربنا عشان خاطر بعض هنكسب اي حد. معايا اوردر باسم المدام لالا. لالا انا بحبك حاجة، عملت لك توت اجمد من الابواب. الحقيقه انا كنت معدي من قدام النادي لقيت ماتش كوره، فقلت طب ايه يا معلم؟ كون عالمي يا ابني. احنا عندنا ماتش بقى. ليه يا ليه؟ ليه؟ كل مره كده، كل مره. وانا عملت ايه؟ انتوا صدقتوا كنت احنا هنكسب من دي وقتيه؟ انتوا مغاريين. مش عايز اشوف حد هنا. انت هتخسر الماتش الجاي. شد البصر يا ما فيهاش. الفلوس هتطير. احنا مين؟ لا احنا حريفه. فيلم الحريفة فيلم شبابي بامتياز. كتير من الممثلين اللي فيه شباب، وكتير منهم أول مرة يمثلوا فيلم سينما. خلينا نكون مع أبطال فيلم الحريفة، فريق كرة القدم في مدرسة الأبطال الثانوية بنين. نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، عبد الرحمن محمد، أحمد خالد خميس. نور النبوي، أحمد خالد خميس، تخبرك نور إيهاب، أحمد غزي، خليك خليك أهلا عبد الرحمن محمد. جوه دماغي تخطيط، بره تلاقي تنفيذ، والباقي دول تلفين. فانا اي حد عدي واخد السكه زجزاج، شوفني على المزاج. اللي فات يا صاحبي مات، واللي جاي فين اسال عني عني وباسال عني عني وباسال عني عني وباسال عني وباسال عني عني وباسال عني عني وباسال عني عني وباسال عني. اخش حته اقفلها، الصعبه في ايده سائله، وانت لسه جاي في اولها، كنت انا جايب اخيها. ماشي الدنيا بدماغي، انا ماشي الدنيا بمزاجي، اول دايما مش تاني، رقم واحد في مجالي. اسال عني عني واسال عني عني واسال عني عني واسال عني واسال عني عني واسال عني عني واسال عني عني واسال عني. انا شاروخان، بتحبي الخطر انا باتمان، بتحبي الصين انا جاكي شان، معاكي في كل الالوان. لو عايزه رومانسي تعالي عندي، بتحبي الحادي انا المندي، بتحبي الحلو فانا الكندي. ولو مش مصدقه ابقي اسالي عني عني وابقي اسالي عني عني وابقي اسالي عني عني وابقي اسالي عني وابقي اسالي عني عني وابقي اسالي عني عني وابقي اسالي عني عني وابقي اسالي عني. الباشا معدي فالكل
علي مادي عدي تهدي ما عليك أدي تيجي في عمل على طول أنا بودي تيجي معايا تخسر التحدي لو مش مصدق اسأل اللي قبلك عايز تشوفني إنسان قبلك بالنسبة لي أنت شخص قبلك. تجربة شبابية لطيفة جدا صحيح القالب بتاعها كرة القدم إنما هي عن مشاعر وحماس والصحوبية وحاجات كتيرة جدا حلوة في الفيلم. عرض عليك إزاي؟ كلمني أستاذ طارق الجنايني أو كلموني من عند أستاذ طارق الجنايني يقولوا لي في فيلم قلت لهم بطولة مين؟ فقالوا لي شباب أنت منهم قلت لهم لا يعني هو مين اللي أنا بتحمى فيه؟ مين الكبير بقى يعني؟ يعني أنا شباب مع مين؟ قالوا لي لا هو بطولة شبابية. رحت قعدت مع أستاذ رؤوف السيد وشرح لي فكرة الفيلم. طبعا رعب انا بتخض من اقول انك انبسطت مش هتخض لا فيك. انا بترعب قوي والله يا استاذه منى انا بترعب لان انا نفسي اعمل حاجه حلوه ونفسي ابقى جزء من حاجه حلوه ونفسي استخبى يعني ف لا ليه ده انا كنت بقول لك كابتن ماجد ده او مش كابتن يعني ماجد ده الشخصيه الحلم يعني والله انا متشكر اتمنى فكنت مخضوض كنت مخضوض بس كنت مبسوط قوي ان انا حسيت وانا بقرا روح الفيلم من السكريبت حلوه فيها طاقه ايجابيه وفيها امل وانا بموت في الامل دلوقتي ايوه وتعرفت على ما تعرفتش بقى انا رحت هقول لك اللي حصل لا ده كل واحد هيحكي لي اتعرف على التانيين ازاي هقول لك اللي حصل بدايه المعرفه مش لازم تبقى حلوه في الاول على فكره كله هيقول بصراحه لا ده انا جاي لحضرتك ايوه ماشي جاي من مشاكل انا في الاول تعرفت عليهم في التمرين لان احنا انا رحت مضيت الفيلم وهم مضوا الفيلم كل واحد مضى الفيلم بس ما تقابلناش قوي وبدانا نعمل بروفات على الكوره وسوري تمرين وبروفات سكريبت بس بدأنا بالتمرين انا ما كنتش اعرف كزبره طبعا يعني شخصيا بس انا انبسطت جدا ان انا قابلته يعني في الاول احنا ما كناش احلى حاجه انا وكزبره يعني هو اول مره يمثل سينما اول بصي انا لو كسبت حاجات من الفيلم ده للامانه انا كسبت صداقه كزبره بجد حقيقي انا عايز اقوم احضنك والله يعني انا مشاعر جياشه طالعه من الفيلم بس حقيقي هو قلبه ابيض وانا بجد ارتحت وانا معاه غزي احنا ما كناش نعرف بعض بس احنا الشركه اللي بتدير اعمالنا هي نفس الشركه فاحنا اتعرفنا اتقابلنا هناك وبعدين بقينا اصحاب جدا بقينا متفقين احنا الاثنين دارسين بره درسنا سينما يا عم ف يا سيدي لا مش قصدي خدي بالك يا عبد الرحمن لا خلاص بقى الحاجات دي مش قصدي حاجه اتقابلنا في اشياء لو حد حابب يطلع الشهادات اللي عنده كمان يعرضها مش مشكله خالص مفيش مشكله يلا فاتقابلنا في الفكر الامانه اتقابلنا احنا قعدنا نشتغل مع بعض بنذاكر مع بعض دورنا في الفيلم لو اما الناس تشوف قريب قوي من بعض انا يعني بشوفه هو اللي بيعلمني اصول معينه في الحياه فقربنا من بعض قوي ودلوقتي صحاب جدا عبد الرحمن انا كنت بتفرج عليه بقى عبد الرحمن كنت بتفرج عليه كستاند اب كوميديان وكنت بحبه جدا يعني كنت بجد كان بيضحكني طول الوقت والمقاطع بتاعته اللي بينزلها على السوشيال ميديا قوي ورحنا قبل التصوير كنا بنروح كلنا نتفرج عليه في الستاند اب كوميدي كلنا نروح وعشقته برضو نور قمر ما هو ده بقى السؤال على نور. انا في التصوير كنت بتفرج على نور ازاي يعني كنت بتقول حاجه صعبه قوي احنا لسه واحنا داخلين حالا بنتفق طب لما مدام منى تقول نور مين اللي هيبص صح كنتوا عاملين تمييز ولا لا نور كنا بنرد احنا الاثنين واللي عايزنا واللي عايزنا هنقول بس اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه